السيد سامي بن حمد البوسعيدي، الذي ما زالت إنجازاته باقية بيننا تؤكد وجوده معنا. رحل بجسده وروحه إلى ربه، ولكن أعماله وإنجازاته لم ولن ترحل، ولسوف تبقى أمام الأجيال الحاضرة والقادمة تتحدث عن نفسها وعن صانعها. وعندما نتحدث عن الرياضة العمانية في 20 عاما، لابد أن يشغل السيد سامي بن حمد مساحة وافية من هذا الحديث. بدأ السيد سامي بن حمد علاقته بالرياضة هاويا غيورا، فقد ولد في 5 سبتمبر لعام 1956، وولد معه حبه الكبير للرياضة. كان يمارس الرياضة وهو قائد فصيلة في الجيش في نزوة، وكان حرصه والتزامه لممارسة الرياضة لا يقل عن التزامه العسكري. يذكر أنه ذات يوم عاد من مسقط بعد إحدى الإجازات، واستقبله قائد السرية غاضبا، قال له: كيف تعود دون أن تشارك في مسابقة القوى التي ستقام في العاصمة؟ اكتفى السيد سامي برد موجز في هدوء وأدب شديدين: إنني لم أعلم. فأمره قائد السرية بالعودة فورا إلى مسقط، وما كان من السيد سامي إلا أن يستقل سيارته ويسرع في العودة للحاق بالبطولة. وبالفعل شارك في سباق 200 متر عدوا، وحصل على الميدالية البرونزية. لم تقف ممارسته للرياضة عند ألعاب القوى، فقد مارس السباحة والجودو والهوكي في بريطانيا. كانت كرة القدم تحتل حيزا كبيرا في قلب السيد سامي، وكان يهوى ممارستها مع أقرانه في شوارع وحواري مسقط وصلالة عندما كان طفلا صغيرا. اقترب السيد سامي من الكرة أكثر عندما تحول إلى الحياة المدنية كوكيل لوزارة المواصلات، حيث بدأ يتابع مباريات كرة القدم عن قرب. وعندما نظمت السلطنة دورة الخليج 7 لكرة القدم عام 1984، كان يتمنى أن يحقق المنتخب العماني مركزا جيدا ويبتعد عن المركز الأخير، فقد كان يذهب إلى اللاعبين في مقر إقامتهم بفندق إنتركونتينتال ويحثهم على بذل الجهد. وانصهر السيد سامي مع الكرة وازداد حبه لها، حتى أن دورة الخليج تلك أصبحت نقطة تحول في حياته الرياضية، فقد عزم وقرر في داخله أن يعوض وما هذه الخسارة الكبيرة. جاءت تصفيات آسيا التي أقيمت في جدة عام 1984، والتي دفعته لأن يفكر في اقتحام عالم الكرة بكل آماله وآلامه. عرض عليه أكثر من نادي أن يتولى رئاسة مجلس الإدارة، ولكنه لم يتردد في قبول رئاسة نادي فنجا في منتصف عام 1985، والذي كان يعيش وقتها حالة من الانهيار. فقبل السيد سامي بكل مشاعره الصادقة والفياضة والعزيمة الحديدية والتحدي مركز الرئيس في النادي. كان الوقت ضيقا، فلم يعد هناك سوى أشهر قليلة على بداية كأس حضرة صاحب الجلالة موسم 1984-1985. إنه التحدي الكبير، قال الرجل وقتها: إن الفوز بهذه البطولة بصفة خاصة سيحدد بصورة قاطعة شكل المسيرة إذا كانت ستمضي أو تتعثر، لذلك لا بد من بذل كل الجهود لتحقيق أولى الأماني الانطلاق نحو الاحتفاظ بهذا الكأس مدى الحياة. بعدها تحول نادي فنجاء إلى خلية نحل، اجتماعات ولقاءات في منزل السيد سامي، وظهرت البصمات سريعا، وتحول نادي فنجاء من حطام إلى مارد يكتسح كل من يقابله، وعبر الحواجز واحدا تلو الآخر روي ومجيس وظفار. وجاء النهائي المهيب في 12 نوفمبر عام 1985 أمام الأهلي حامل اللقب، وكان أول لقاء يقام على استاد مجمع السلطان قابوس ببوشر. لقد كان بحق لقاء تاريخيا شكلا وموضوعا، توجه أبناء فنجاء بفوز تاريخي يومها في 3 صفر، وانفرجت أسارير الرجل، ولم يتسرب الغرور إلى نفسه أو إلى من حوله من اللاعبين والإداريين. وتمكن فنجاء من تحقيق الإنجاز، أو قل الإعجاز، فقد أضاف لقب الدوري وأكد جدارته بالفوز على الأهلي في النهائي،
أيضا للمرة الثانية ليجمعوا البطولتين الكبيرتين ويتربعوا على عرش الكرة العمانية بعد سنوات عجاف طويلة. لم يكتفي السيد سامي بهذا الإنجاز الكبير، بل قال: لا يزال أمامنا الكثير، الطريق صعب والمحافظة على البطولتين أصعب، وبالجد وبالمثابرة والإصرار وصل الفريق لنهائي كأس حضرة صاحب الجلالة في الموسم التالي مباشرة. وفي يوم 16 من نوفمبر لعام 1986 فاز فنجاء على النصر 3-1 واحتفظ بالكأس. في العام التالي عام 1987 تكرر لقاء فنجاء والنصر في نهائي كأس حضرة صاحب الجلالة. تقدم النصر بهدف واعتقد أن كل من في الملعب أن أسطورة فنجاء والسيد سامي انتهت، ولكن هيهات، فقد فجر هذا الهدوء الطاقات الكامنة في نفوس الفنجاويين وسجلوا هدف التعادل ثم هدف الفوز ليحتفظوا بالكأس مرة ثالثة على التوالي. وكأن القدر كان على موعد مع السيد سامي بعد أن حقق آماله في أن يحتفظ فنجاء ببطولة الدوري والكأس 3 سنوات متتالية، ويتسلم السيد خالد الراية من شقيقه الراحل ويمشي على نهجه ومنهاجه. ولم يكن صعبا على فنجاء بعد أن وقف على أرض صلبة أن يحقق لقب بطولة مجلس التعاون الخليجية للمرة الأولى في تاريخ الكرة العمانية، لتكون خير هدية لروح المرحوم السيد سامي بن حمد البوسعيدي رحمه الله. في تاريخ 29 من يونيو حزيران لعام 1988 توفي المغفور له بإذن الله تعالى السيد سامي بن حمد البوسعيدي، الرئيس التاريخي لنادي فنجاء والشخصية التي أثرت على الوسط الرياضي بالسلطنة. توفي في حادث سير بدبي أثناء توجهه إلى مطار أبوظبي للسفر إلى لندن، وذلك قبل مشاركة نادي فنجاء في البطولة الأسيوية بأيام. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.